أنا قادمة من أحد شوارع وسط عنيزة اللي امتلأت بالأشجار. طبعا الناس تحب الشجر يا جماعة، ازرعوا لنا الشجر في الشوارع. تمتلأ الأشجار فيها وأعطت بهجة ومنظر صراحة يسر الناظرين. زرعت العام الماضي والآن ما شاء الله تحملت المنظر، أو تحملت عفواً أجواءنا الحارة إن شاء الله. وطالب طبعاً العديد من النشطاء تعميم هذه الفكرة والاكثار أيضاً من زراعتها في أغلب الشوارع. يعني لو نرجع ممكن قبل 5 سنوات تلقى كل مداخل المملكة العربية السعودية وأغلبها يكون فيه شيء. يعني الخارج أذكر أنه كان من قبل الخارج يمكن 10 كيلو وهي نخل، الآن ولا شجرة. إن شاء الله أنها تعود بإذن الله. لكن الحمد لله ترى إحنا نتبشر خير، ترى طريق الملك فهد إلى الآن الأشجار الجهة الجنوبية فعلا ما شاء الله الأشجار هناك تسر الناظر. يعني اللي يروح هناك وده يكشت بس على الخط يعني.